واقع دور المسنين بالمغرب للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. فلتتفضل السيدة النائبة المحترمة، مشكورة. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، سؤالنا كما ذكرت السيدة الرئيسة يهدف إلى معرفة واقع دور العجزة في المغرب وما تقوم به الحكومة في هذا المجال. شكرا. تفضل السيدة الوزيرة المحترمة. شكرا سيدة النائبة المحترمة على هذا السؤال المهم جدا. أنتم تعلمون بأن مؤسسات الخاصة بالمسنين هي جزء لا يتجزأ من مجموع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي قمنا بتشخيص مفصل لوضعها في السنة الماضية، وفي ذلك تقرير شامل. وتعلمون كذلك أن من التزامات هذه الحكومة التي جاءت في البرنامج الحكومي تأهيل مؤسسات المسنين. لذلك هذه المؤسسات أولا حصرناها في 64 مؤسسة يستفيد منها ما يزيد عن 3000 مستفيد، وحاولنا أن نطور ونرفع من الدعم لهذه المؤسسات، حيث انتقلت من 3 مليون 2012 إلى 4 مليون 2013 إلى 13 مليون درهم 2014، وخصصنا 4 ملايين لتأهيل البنيات التحتية لهذه المؤسسات، كما أننا نشتغل في إطار التعاون الدولي على تكوين جميع العاملين الاجتماعيين داخل هذه المؤسسات، على أساس أن تأهيل البنيات لا يكفي، ولكن كذلك يجب تأهيل العاملين من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمسنين. شكرا سيدة الوزيرة. تعقيب سيدة النائبة. شكرا السيدة الوزيرة على هذه المعطيات الرقمية التي حملها جوابكم والتي وضحت جزءا من الكل، ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ساكنة المغرب يتحول هرمها نحو ارتفاع عدد الشيوخ والمسنين. 15% من ساكنة المغرب سنة 2030 غادي تكون من شيوخ المسنين مقابل 8% الآن. مقابل هذا العد التصاعدي لا نعثر وبكل صراحة على أي استراتيجية حكومية واضحة المعالم بخصوص هذا الموضوع وبخصوص هذه الشريحة من المجتمع المغربي. فأغلبية الأقاليم والعملات تفتقد دورا للمسنين، وحتى الموجود منها حالته لا ترضي العدو قبل الصديق. افتقاد كل لأبسط مرافق العيش الكريم، انعدام للتطبيب والمتابعة النفسية، افتقار للعناية والنظافة إلى غير ذلك مما يتنافى وكما قلت مع الحق في العيش الكريم، مع تنامي ظاهرة العنف الممارس على هذه الفئة كما تبين بعض الدراسات والأبحاث. ومع ذلك فالمجتمع المدني في أحيان كثيرة أصبح هو الذي يقوم بهذا الدور الذي من المفروض أن تقوم به الحكومة، لكن تبقى إمكانياته محدودة وغير قادرة على تغطية كل الحاجيات. من جهة أخرى، وباعتبار المعطى الدستوري الذي يعطي أهمية للأسرة، لا بد من مقاربة هذا الموضوع من هذا الجانب الأسري، مما يفرض على الأسر مساعدة واحتضان مسنيها، وعلى الدولة مساعدة هذه الأسر الحاضنة، لأن الدراسات الاجتماعية في العالم أجمع أثبتت بأن المسن كلما كان وسط أسرته إلا وكانت معنوياته مرتفعة، وهذا ما انتبهت إليه أوروبا الآن وبدأت تشجع على بقاء المسن. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت. سيدة النائبة المحترمة، أولا لا نتمنى أن يرتفع عدد دور المسنين في بلدنا، نتمنى أن تستوعب الأسر والبيوت مسنيها. ثانيا، لا يمكن للمجتمع المدني أن يحل محل الحكومة، كل واحد يدير شغاله، الحكومة تقوم بعملها والمجتمع المدني متطوعا يقوم بعمله. ما نساوش أننا بدأنا تقليد منذ السنة الماضية 2013 إطلاق حملة تحسيسية لكي نقلص الفجوة بين الأجيال، لأن الجيل ديال الشباب ديال المراهقين ديال الأطفال لابد أن نحسسه بأهمية الاحتفال. الوزيرة، انتهى الوقت.